الموجود في وسط البحر، لو تشوفون قواعده كلها موجوده على البحر، يعني حوله وحواليه كله بحر. هذه الفيلا فرس البحر، وهذه طبعا من داخل الفيلا. طبعا هذا يمكن السويمنج بول موجود في وسط هذه الفيلا الموجودة نحن فيها حاليا. حاليا راح ننزل تحت نشوف كيف شكل الغرف الموجودة في هذه الفيلا. هذه غرفة النوم. الآن المنظر المقابل لغرفة النوم، الشعب المرجانية والأسماك والأجواء الحلوة اللي موجودة هنا. المنظر خلفي يتكلم عن نفسه، يمكن تشوفون الواجهة المقابلة لغرفة النوم الموجودة هنا في أسفل هذه الفيلا. هذا عسكم الله الحمام الموجود في هذه الفيلا، طبعا بنفس شكل غرفة النوم. هذه طبعا المنظر، وحين بنصعد ان شاء الله فوق اراويكم المناظر الموجودة في اعلى هذه الفيلا فوق حينا، وراويكم ان شاء الله. هذه طبعا الاجواء الموجودة في اعلى هذه الفيلا. طبعا هذا الشكل العلوي الموجود في فيلا فرس البحر في دبي في جزيرة العالم، وهذه المناظر الحلوة من القمة.